الملك عنده الحق كرئيس دولة يبغي واحد نموذج اقتصادي وجمعوي وكل شيء لواحد اي مغرب نريد اقتصاديا واجتماعيا. هاد المؤسسه اللي تنشات على عندها اللجنه لمشاع شاكي بن موسى، لا تنعرف هذا السيد هذا تنحترمو، خدمت انا وياه مع مزيان بن الفقي اللي كنا خدمنا جميع ثلاث شهور وحنا تنخدمو التربيه المغرب التربيه الوطنيه، ولكن ما تنظنش بانه مش يكون عنده واحد العصابة سحريه باش يقول هذا الشيء اللي ماشي يقول هو اللي خصو ينزل الميدان وينجح. انا حيت تكتب الكثير والكثير في الرؤيه النموذجيه، كتبت جميع المؤسسات في المغرب وتا الابناء وتا الجمعيات، اذا تنتمنى له النجاح. هي مهمه واحد العمل ديالو صعيب بزاف وخصنا نساعدوه كلنا ونتمنى له النجاح، ولكن ماشي خصنا المغرب ماشي فقط كان هذه اللجنه هذه هي اللي ما تجبر الاشياء، لانه الغلطه الكبيره في المغرب هي تيكون واحد نموذج كبير تيكون وتيكون واحد القرارات وتيكون واحد البرنامج ديال الحكم ولكن ما تيطبقش، لا يطبق يا اخي. كثير من الاشياء كنطبقناهم كنجحنا، اذا ما تطبقش نتمنى بانه هذا الشيء اللي ماشي يخرج من هذه اللجنه يطبق يدخل الميدان، ولكن خصو يصوت عليه، يصوت عليه البرلمان وصوت والدولة كلها، لا البرلمانيين ولا المجتمع المدني ولا الحكومة، خصها تخدم يد في يد لصالح هذه البلاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.